سيد الحبيب حسن بن ابن صالح البحر الجهل العالم، نفعنا الله به وباسراره وانواره وعلومه وبركاته ونفحاته في الدين والدنيا والاخره، امين امين يا رب العالمين. نسبه الشريف رضي الله عنه وهو السيد حسن البحر بن صالح بن عيدلوس بن ابي بكر بن الهادي بن سعيد بن شيخان بن عامر بن عبد الله التريسي ابن علوي بن ابي بكر الجفري ابن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب المرفاق ابن علي خالد قسم بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله ابن احمد المهاجر بن عيسى بن محمد بن علي قريدي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن العابدين بن الحسين ابن امام اهل المشاريع والمغارب سيدنا علي بن ابي طالب ابن سيدتي فاطمه الزهراء بنت البتول ابنه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولنا خير ان من ابو علي المرتضى حسن والى الصوفين ينتسب نسبا ما فيه من دخل. ميلاد رشد رضي الله عنه كان ميلاده رضي الله عنه في مدينه خالد رشد الحوطه سنه 91 هجرية، فنشأ بها تحت حجر الأم وجده عيدلوس بن أبي بكر الجفري على سنير خصام حسن الأفعال، حتى ما يرى رضي الله عنه أحد من أهل الفضل وهو إلى الأربع الصبيان إلا ذهب من بينهم وقبل يده، وحتى إنه فعل ذلك يوما مع سيد الشيخ أحمد بن جعفر، وقال الشيخ أحمد سبحان الله في ولد السيد الصالح هذا شيء مما ما هو فيه في غيره. ولم تزل من صغره ليحول العنايه عليه حابه ومحبه الخير واهله على ظاهره وباطنه غالبه، حتى ان جده وجه به الى تعليم القران العظيم من المعلم الفاضل عبد الرحمن بن سعود ويلقنه القران الحكيم، غير أن هذا التلقين لم يستدم ممتدا للظروف، فيتولى الشيخ عبد الله بن سعيد بن سمير القراءة حتى إذا ختم دراسته كله وحفظه من ظهر قلب كانت ميوله إلى الحياة العملية ثائرة. ولما ختم القرآن عند شيخه عبد الله بن سعيد بن سمير لم يتأهل شيخه لتعليم غيره لحصول ضجر وحرج له في صدره إذا أراد ذلك التعليم، حتى لما بلغ أولاده حتى التعليم لم يقدر على تعليم أحد منهم، فاستأجر له معلما فوقع في قلب شيخه أن هذا إشارة إلى أنه لا يأتي بعده، يعني سيد حسن بن صالح البحر من يقرأ القرآن حق تلاوته ويقوم بأوامره ويأتي عند حدوده مثله، وذلك حقيقي. وكان طوال تعلمه حاله حال أهل الكمال من جمل الرجال، وفي اليوم الذي ختم فيه القرآن ابتدأ في قراءة كتب العلم الشريف، فابتدأ في رسالة الجامعة لسيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي المختصر الصغير للشيخ بافضل، وبعد أيام سار لزيارة كريم وأقام أياما يحضر درس سيدنا عبد الرحمن بن حامد بن عمر بن علوي وسيدنا عمر بن احمد الحداد، مع الاقبال على الطاعه والامتلاء ومع الاقبال على زياره اسلافه الاكابر، ورجع من طريق وقد اشرف عليه انوار ما لا يوصف، حتى لما وصل الى شيخه فهده لاشراف الانوار ظاهرا عليه. ثم صار يوما لحضور درس الى الحبيب عمر بن سقاف السقاف، فرجع وقال ابتدات عند الحبيب عمر ابتدأت عند الحبيب عمر بن سقاف السقاف قراءة كتاب من هج الطالبين في الفتح النووي، وأشار بذلك الحبيب عمر بن سقاف السقاف، فتعجب من ذلك شيخه عبد الله بن سعد بن سمير لصغر سنه، فلما سار مع شيخه المذكور إلى الدرس الآخر فقرأ سيد الحسن بن المنهاج، فإذا به يقرأ ويذاكر بما زاد به على الطلبة الذين قرأوا في الفقه مؤلفات كثيرة. وقصر نظره رضي الله عنه على سيدنا عمار بن السقاف السقاف لمشيخة التحكيم
وإلقاء القيام، وأقبل عليه رضي الله عنه سيدنا عمر إقبالا كليا، فهذا أول فتح رضي الله عنه على يد شيخه أمه سجاف السجاف، حيث قيل نظرة بعين القطب تحيي، حتى إن بعض الحاضرين يتعجب من إقبال عليه رضي الله عنه بالمذاكرة والمحاورة والنظر بأهل التعظيم والإجلال، فلم يشغلوا بما هو مختص به ومنطوي عليه رضي الله عنه إلا بعد زمان. ولم يزل على طلب في المختصر على تحفة الشيخ ابن حجر وبشأن متممة الأجرومية يقرأ عند الشيخ الأستاذ العلامة علي بن عمر بن القاضي، ولم تمضي أشهر إلا وقد أمسك ملكة تامة في الفقه والنحو حتى يصير مرجعا لأصحابه في ضوء فهمه وحكمه شيوخه وتلاميذه رضي الله عنه كان سيد الحسن، قد أول سنده المشايخ عظام وأئمة كرام، وعلى ناصيتهم العلامة الحبيب عمر بن أحمد بن حسن الحداد، والعلامة الحبيب عمر بن زيد بن سميت، والعلامة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البر صاحب الجناجم، والعلامة الحبيب عمي بن سجاف محمد بن عمر السجاف، والعلامة الحبيب سجاف محمد بن عيد روس الجفري، والعلامة الحبيب أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي، والعلامة الحبيب عبد الرحمن بن علوي بن شيخ الصفار نور البطيحة، والعلامة الحبيب شيخ محمد الجفري، والعلامة الحبيب عبد الرحمن بن حامد بن عمر بن علوي، والعلامة الحبيب عبد الرحمن بن سويد، والعلامة الحبيب أحمد بن أهل البحر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وأجلهم شيخ مشايخ الأشراف العلامة الحبيب العارف بالله عمر السجاف بن محمد بن عمر السجاف، وقد كان شيخ فتح وطيب ذات متجه العلوم الظاهرة والباطنة مع الإيمان إلى أن مفتتح مقرؤاته عليه كتاب المنهاج، كما كانت كرداداته المستمرة إليه سيمون وصوم متكملا تارة منفردا وأحيانا مع الشيخ عبد الله بن سعد بن سميد. وأما تلاميذه رضي الله عنه وما أدراك ما تلاميذه، وقد ملأوا الدنيا مبعثرين في مشارقها ومغاربها ينشرون ما تلقوا عنه من علوم ودينيات وفضوليات، وحسبك علمك أن بجدارهم أن ما من عالم أو متعلم أو متصور في حضرموت في عصره إلا كان تلميذا له كما لا يخفى عنك. ومنهم العلامة الحبيب حامد بن عمر بن محمد بن سجاف السجاف، والعلامة الحبيب محسن بن عاقل السجاف بن سجاف السجاف، والعلامة الحبيب عيروس بن عمر الحبشي، والعلامة الحبيب أبو بكر بن عبد الله الأقطاس، ومن الغرابة والعلامة عبد الرحمن بن علي بن عمر السجاف، والعلامة الحبيب أحمد بن محمد المختار. ومن الغرابة أن كثيرا من شيوخه قد قتلنا كله، ومن أحاديث شيخه العلامة شيخ عبد الله بن سعد بن سميد أنه قرأ عليه رضي الله عنه كتاب عوارض المعارف ورسالة المشايرية وسنة الحكم لابن عباس إلى غير ذلك. وأدبه أخلاقه مجاهدة رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه متأدبا متخلقا بخلق حسن وراثة من جده صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه سبحانه وتعالى في قوله وإنك لا على خلق عظيم، وله حظ وافر في ذلك سواء كان مع أقرانه وأصحابه أو ضلت مع شيوخه، حتى إنه كان في أيامه الأولى إذا ذهب إلى الشبان لحضور دروس شيخه العلامة عمر بن زين الحميد مشى مفضيا حتى عاد إلى مكانه مع ما فيه من طفولة. ومما يدل على علو أدب وأخلاقه أنه رضي الله عنه رأى يوما من أيام كثرة الوفود في باب بيته، فخرج بمنجله يحتطب ثم جاء أمامهم بحصبة على رأسه، وقال رضي الله عنه لبعض خاصته: لقد أعجبتني، لقد أعجبتني نفسي فعمدت إلى وقتها وما زال بي حتى أماتها كما فعل ابن الخطاب رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه في الجود آية، وفي الشفقة بالأيام واليتامى والضعاف غاية، وإن كان جاهه الطعم في آخر أيامه لا يدر عليه الأموال الطائلة من شرق الأرض وغربها، ثم لا يضيق عنده دينار ولا درهم، ولقد أراد جماعة من محبيه أن يجد
يشتروا له عقارا وغضب عليه. وورده مرة 1000 ريال فلم يمس منه شيئا، فلم يمس منه شيئا. جود يحرك منه كل عاطفة ورحمة رففت منه على الأمم. وقد كان مأوقر ركنه يطير طربا عندما تمثل له أهل محسن من أهل السجاف مناسبة لطرق جوة تضيق. إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق. لا يعرف الدرهم المطلوب سلطتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. ولأن ذلك حاله رضوان الله عليه، لا ينزل موضئا إلا عنه نورا وملأه سرورا. إن ظن ريث أوقب قمرا فجبينه ويمينه البدل. فله من التحنن على الفقراء ما من أمثاله، يعظم أهل الدين ويكرم الفقراء والمساكين. وإن كان الأغنياء والرؤساء في مجلسه لا أذل منهم، كما في مجلس سفيان الثوري زهدا منهم وإعزازا وإظاما لترك الصوفية. وكما أخرج أبو نعيم بسند رئيسة يونس قال: ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. وقد اقترب السيد أحمد بحليلة منه، وهو من أكرمه بالعي عن وصف ما شاهده من أعمال السيد حسن بن صالح البحر واجتهاده في سفره، فكيف في خطره وهو بذلك جدير؟ إذن الإمام البحر أكبر من قول أبي الطيب: لم أجد غاية فكري منه في صفة إلا وجدت مداها غاية الأبد. ولقد كان رضي الله عنه ركن الإسلام وطول التقوى وعمود محراب وثمال أيامة وموئل يتامة ومعاذ مظلوم وحامي حمى وحارس حدود. ما خير نفس في تقاطع الله لم تدع له غاية في جدها واجتهادها. فما مالت الدنيا به حين أشرقت له في تناهي حسنها واحتشادها. لسجادة السجاد أحسن منظرا من التاج بأحجاره وكفالها. ثم إنه كان يستهجر الناس بوسامته وما على جبينه من آثار القبول وابتسامه، ولا سيما إذا قام في محفل يذكرهم بالجلالة بوجه جميل عاليه جلالة وترشاه من الألوان هالة. من البيض الوجوه بني علي لو أنك تستضيء بهم أضاءوه، هم حلوا من الشرف المعلى ومن برق العشرات حيث شاءوا. وتزيد تلك السجادة نورا وتمتلئ بمرآة القلوب سرورا، حتى يصير مثل سلفه علم المهتدين وأسوة المهتدين ومنهل الشاربين ومأمن الخائفين، إلى أن دعاه الرحمن وهو يردد كلمة الإسلام. وبقريته ذي أصدق في شهر القعدة سنة 73 هجرية ربما المعنى ببركته وأثنى الحسنى بمرأته وأمنا في طريقته ومعافاته من الفتنين. السلام عليكم. صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Majelis Bahrus Salawat yang mengadakan acara Haul Akbar tahunan ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kedatangan hadirin, terutama kepada mereka yang datang dari jauh, dan juga terima kasih kepada pemerintah perangkat desa Talsewu yang memberikan izin, serta pihak-pihak yang membantu terselenggaranya majelis ini baik secara moral maupun material. Perlu diketahui bersama bahwa haul Imam Al-Ali Hasan bin Saleh ini adalah haul yang ke-166, dan kami selaku majelis Bahrus Salawat telah mengadakan
sebanyak 7 kali di samping rutinan mingguan kami yaitu Jumat Pon dan Jumat Pahing. Kami mengadakan acara tahunan acara besar tahunan yaitu haul Imam Al-Hadi Adhan dan Salih Al-Bahar tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk dapat iman dan istiqomah dalam menyelenggarakan dan menghadiri acara akbar tahunan tersebut setiap tahun di tahun-tahun yang akan datang. Akhir kalam, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyambut dan memuliakan para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang menjadikan mahabbah atau perasaan cinta karenanya sebagai perbuatan yang sempurna dan pekerjaan hati yang sangat suci. Sifat mahabbah itu adalah merupakan kendaraan untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mahabbah tersebut akan tercapai keberuntungan yang abadi. Juga karenanya orang berlomba-lomba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin bagi orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya beserta keluarga dan para sahabatnya selama cita-cita itu mengarah kepada kehidupan yang abadi. Amma ba'du, ini adalah sebagian kecil dari yang besar, tetesan dari samudra yang luas mengenai sifat sejarah akhlak dan manaqib seorang penghulu dari para penghulu, teladan bagi para teladan dan pemimpin bagi para wali, pemuka bagi orang terdahulu dan orang-orang akhir, anak yatim yang menjadi pengikat terhadap orang-orang yang besar sekaligus sebagai penerus dari datuk beliau yang agung yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.